في متعات. والله يحيى سيسي لانه هو اللي طلعنا ورجعنا لعيالنا. الحمد لله الحمد لله يا رب. تقولي ايه النهارده بقى لماما وهي بتحضنك في العيد؟ تقولي ايه يا يوسف؟ احلى يوم. احلى يوم. احلى يوم؟ ايوه طبعا. وانت يا حبيبتي تقولي ايه لماما؟ تقولي يا لماما يا زبدانه. طيب. انتوا بصحة وسلامة يا عمرو. الف مبروك. الله يبارك فيكم، الله يخليكم، الله يبارك فيكم. عايز تقولي حاجة؟